مقيم هنا في منطقة نتاع الحدود الغربية لمدينة جدابية، بالتحديد تلا مدخل الغربي. الهدف من وجود هنا هو نرفع همة الشباب بالتكبير والتذكير بأن النصر ما من عند الله سبحانه وتعالى. الوسائل الأخرى أن وسائل وضعها الله سبحانه وتعالى لتحقيق النصر اللي هو مكتوب من عند الله، ويعتمد عليه عزيمة الشباب وهمتهم. الله أكبر، ما شاء الله على شبابنا. بأن تعريف المدن في جدودنا قبل لما بيعرفوا منطقة سكنية يجوا يربطوا روحهم بحبل، فكيف الحبل هذا؟ مش ما حدش يطلع ما حدش يهرب. فطبعا أنا حددت اللون الأزرق كيف تشوف فيه توا، هذا لون الأمم المتحدة. الحبل هذه متر و 973 سنتي، بحيث أن يكون مطابق لقرار الأمم المتحدة. فدزيت الرسالة للعالم بأن جدابية تعتبر منطقة آمنة ومنطقة سكنية، وكان ما خدش الناتو بهذا الفرضية حناخدوه نحن أهل الوطن، ان نعلن ان ما في القوات القذافي لا يمكن لها ان تدخل الى مناطق جدابية الا على جسادنا.